للمزيد ينضم إلينا من مدينة العلمين الجديدة مراسلنا محمود جميل. محمود، آخر فعاليات المهرجان، كيف ترى الإقبال من المواطن المصري على هذا المهرجان المهم؟ برحب بك يا رهاب من مدينة العلمين الجديدة، ويمكن احنا موجودين في احدى الفعاليات الهامة وهي الباراموتر، وخليني دلوقتي اترككم في صورة مباشرة وحية في هذه الفعالية التي لازالت مستمرة في مدينة العلمين الجديدة، وهي نوع من انواع الطيران الخفيف والمستمر. هذه الفعاليات مستمرة منذ اليوم الاول لمهرجان العلمين الجديدة ولازالت متواصلة حتى هذه اللحظة على الشاطئ مدينة العلمين الجديدة. والمميز في هذه اللعبة أو في هذه الرياضة يعني هي الاستمتاع بمدينة العلمين الجديدة وبالأبراج، ولكن من المرتفعات من السماء، فبالتالي يعني اليوم أيضا لاحظنا هناك يعني عدد من الزائرين في الإقبال على هذه الرياضة للاستمتاع وخوض هذه المغامرة وهذه التجربة. وبالتأكيد يعني الشركة المنظمة لهذه الفعالية تحرص دائما على التواجد في هذه المنطقة يوميا من 8 أو 9 صباحا وعلى مدار اليوم وعلى مدار أيام المهرجان يعني الاستمتاع من قبل الجماهير والزائرين بهذه الرياضة الهامة. هذه الفعالية تتواصل بالإضافة أيضا إلى الفعاليات الرياضية الأخرى الموجودة في مدينة الألعاب الرياضية، والتي ستنطلق خلال هذا الأسبوع، وربما ستنطلق غدا بمباراة هامة في رياضة البادل بين كابتن أحمد حسن نجم منتخب مصر وكابتن سيد معوض. وبالتأكيد هناك يعني استعداد لهذه المباراة، يتم تجهيز هذه الملاعب بصفة دورية ويومية لاستقبال كل هذه الفعاليات، بالإضافة بالطبع إلى استقبال حفلين هامين، القيصر كاظم الساهر وبالطبع النجمة يا مجدة الرومي، بالإضافة إلى وجود الموسيقار نادر عباسي. وشركة أو المهرجان، إدارة المهرجان أعلنت عن طرح التذاكر عبر شركة تذكرتي، وأيضا أعلنت عن فتح باب الحجز لحفل الفنان عمرو دياب الذي سيكون في أغسطس القادم. فبالتأكيد نشهد عدد كبير من الحفلات. بالأمس أيضا كنا نشاهد ونتابع فقرات التنورة والفنون الشعبية التابعة لوزارة الثقافة، والتي أطفت عدد من المظاهر المبهجة السعيدة على المتواجدين من الأسر والعائلات وأيضا الأطفال الذين تواجدوا في الممشى السياحي وفي المنطقة الترفيهية للاستمتاع بكل هذه الفقرات. وربما ستستكمل هذه الفقرات أيضا اليوم داخل مدينة الألعاب الرياضية وفي المنطقة الترفيهية بوجود فرق أخرى تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة لمزيد من الفعاليات الفنية والرقصات والفولكلور الشعبي وعدد آخر. بشكرك مراسل التلفزيون المصري محمود جميل، في هذه شكرا المنطقة. جزيلا على تغطيتك ومتابعتك الوفية دائما، شكرا جزيلا.